شيخنا حفظك الله، لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما حكم الاعتصامات والمظاهرات السلمية؟ السؤال الثاني، ما حكم الإنكار العلني على ولي الأمر، وهل يدخل فيه الوزراء والأمراء؟ السؤال الثالث، هل يجوز الجهاد الآن بدون إذن ولي الأمر؟ جزاكم الله خير. كل هذه الأسئلة ما هم محلها في علانية كذا، تسأل عنها أهل العلم فيما بينك وبينهم. نعم، أحسن الله إليكم.